لكن شابة لها بصمة واضحة في مجال المجوهرات. ومعنا اليوم السيد كاهو هاكو صاحب مجوهرات أكاسيا. طبعا بداية أستاذ هاكو أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقات المشاهدين ويسعد أوقاتكم. بداية لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين محب الألقاب، من هو هاكو؟ هاكو شاب في ربي في عائلة شغلها بالمجوهرات من أيام الوالد لما أسس شغله وشركته بسوريا بحلب. طبعا نحن أرمن، بجزرنا أرمنية، نحن أرمن، ومثل ما نعرف أو البعض ما بيعرف الأرمن كانوا مشهورين بالصناعات الحرفية اليدوية، خاصة صناعة الساعات وصياغة المجوهرات والذهب. من أيام وهم اللي أدخلوا الصناعة صياغة المجوهرات والذهب للدول العربية بدءا من العراق، سوريا، لبنان، وصولا طبعا للأردن، دول الخليج وهكذا. ففي بداية الثمانينات 83-84 بدأ الوالد مشواره، بدأ شركته في صياغة الذهب. أول شيء كصايغ، هو كان عنده محل صياغة، وبعدين كجملة. مثل ما وصلنا لهون لدبي. قبل تأسيس الشركة بدبي كنا نزور دبي بالمعارض، معارض الذهب والمجوهرات اللي كانت تصير، وكنا يعني ما نقول نحلم أو نبتهج بالتكنولوجيا اللي واصل لدبي، التطور اللي واصل في البلد. حتى صار وبعام 2012 قررنا أنه نحط الحجر الأول أو حجر البناء للشركة أو أيوة. فأسسنا شركتنا أو آخر 2012 بداية 2013. أنا بدي أفصل الخدمات لقسمين فينا نقول. أول شيء نتكلم عن نشاطنا الأساسي أو الرئيسي، إذا فينا نقول هيك، هو البيع الذهب والمجوهرات بالجملة. نحن نشاطنا بيكون نوفر الذهب، ذهب النشاط لما نقول مجوهرات ذهب يعني شغلنا الأساسي. نحن نوفر الذهب، نشترك بمعظم المعارض العالمية اللي بتصير اللي بتخص الذهب، نجمع موديلات من هنيك، وعندنا ورشات خصوصية خاصة. نحن ما منصيغ الذهب يعني، بس عندنا ورشات نحن بنعطيهم الأفكار، نعطيهم الديزاينات والموديلات، هم بيشتغلوا خصوصي لنا. نحن بنجمع جميع هالأشياء ونوزعها بمحلات الذهب الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، بإماراتها العديدة، بدءا من إمارة أبو ظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة وإلى آخره. في عنا زباين تجي، زباين لما أقول أصحاب محلات يعني، بتجي لعندنا على المكتب، مكتبنا بسوق الذهب بدبي، تتسوق من عندنا. وفي عنا نحن شباب بائعين بشكل يومي بيطلعوا على الإمارات، مخصصين لكل إمارة يوم محدد، مثلا يوم الأحد لإمارة أبو ظبي، يوم الاثنين لإمارة الشارقة، بيزوروا أسواق الذهب هناك وبيعرضوا على المحلات شغلنا ومنتجاتنا وموديلاتنا. كانت مو المشكلة بس الصعوبة بالإمارات إنه ترضي كل الأسواق. هذا فيه له عاملين، في الصعوبة في السهولة. إنه السهولة إنه فيك تلاقي قسم تشتغل عليه، لأنه بما إنه في من عديد من الجنسيات وعديد من الأذواق، لكن الصعوبة تختار أفضلهم لتشتغل. ونحن مثل ما قلنا من البداية، نرجع لهونيك، اختيار الموديلات تم في عنا عيار 21 وعيار 18. عيار 21 اللي عنا موديلات القديمة اللي بتمتاز فيها الشعوب العربية وشعوب دولنا، اللي هي المباريم القديمة والليرات والعيارات 21، بالإضافة لعيار 18 كل جديد ومتميز اللي بيرغبوها الصبايا أكثرهم، الأشياء الناعمة الخفيفة، الفرفشات وهيك شغلات.
مثلا مثل ما حكيت لك نحن عارضين قسم البدايه هون مشان نشوف السباين المباريم اللي حكيناها في الخواتم منها هدول كله شغل يدوي طبعا ما في بوجود الماكينات الحديثه بس بتضل الشغل اليدوي احسنهم ما شاء الله تميزت الارمن بالتحديد بالعمل اليدوي ايوه قد ما تطور التكنولوجيا نحن بنستخدمها كوسيله لنا بس اليدوي بدنا أيوة. لازم تكون في لمسات اكيد هذا ما لانه الجهاز ما بيقدر على البني ادم يعني او الشغل الحرفي نعم. في هونيك في هون مثل ما قلت لك البدال هدول ايوه الصبايا اللي بيشوفوها اكيد راح يعجبهم هيك شغلات خفيفه من النواعم والاساور اللي كلها رقي مثل ما بيقولوا. في عندنا كمان تشكيله واسعه من السلاسل اللي في عليها كذا سلاسل بموديلات واحجام ونمطات مختلفه بنشتغل فيها كبيع بالجملة هدول طبعاً أيوة. لمحلات الذهب أيوة أساور خفيفة أيوة. لللبس اليومي أيوة هدول طبعاً عيار 18 كل شيء جديد عم نحاول منجيبه دايماً ونوفره لإرضاء الزبون. حدثنا عن هاي الخدمة بالتحديد أكيد هلا فينا نقول ما فينا نقول يمكن فكره جديده عموما هي فكره البيع الالكتروني فكره منتشره ولكن الجوهرات اتوقع انها جديده اكيد هذا اللي بدي اقوله انه ما نقول الاول بس كنا من الاوائل اللي دخلنا الذهب والمجوهرات في مجال التسويق الالكتروني او البيع او الاونلاين ماركتينج وهذا فكره اجتنا طبعا عارفين دبي خاصة طبعا الإمارات العربية المتحدة عامة دبي مدينة ذكية بتتابع كل تكنولوجيا وحسب الإحصائيات المعمولة عالميا سكان الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر السكان اللي بتشتري بضائعها إلكترونيا. من هالفكرة حاولنا أنشأنا قبل أكثر من ثلاث سنين أنشأنا موقع على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات على أكثر المواقع الانتشار عن فيسبوك إنستغرام سناب شات وإلى آخره وعندنا موقعنا الخاص ويب سايت acaciajewelry.com اللي فيه المشاهدين يشوفوها ويتصفحوا اللي نتميز فيها أنه يوميا هلأ إذا في حدا من المتابعين بيشهد على هالشي يوميا بشكل يومي مينيموم بينزل صورة جديدة أو موديل جديد أوقات في أيام تنزل صورتين ثلاثة أو أكثر بس عاملين انه يوميا على القليله بده ينزل موديل جديد بصفحتنا او بسيستم تبعنا. واول بدي احكي لك في سؤالين اكثر شيء بدنا نطرح هدول الاسئله او ما نقول استفسارات هو اكثر من اسئله. اول شيء بيسالونا الذهب مضمون او شو ضمانه انه الذهب اللي بده يشتري اونلاين لانه نحن متعودين الذهب بدك تشتري من المحل هذا فكره جديده باب نحن بنشرح لهم انه نحن شركه مرخصه عندنا رخصه تجاريه من اقتصاديه دبي كل امورنا تمام وفوق منها نحن اللي نبيع نحن باساسنا بالجمله نحن اللي نبيع لهدوليك المحلات اللي بتبيع الذهب الذهب عليه ختم العيار طبعا اللي بيكون مضمون انه ذهب ونحن بنوفر فاتوره بالعيار بالوزن بالتفاصيل مع ختم الشركه في حال الزبون اذا بيوم الايام بده يبيع الذهب او يغيرها باي محل باي دوله بالعالم فينه بهالفاتوره يبيع الذهب. طب سيد يعقوب خلال الحوار معك انا قبل تسجيل الحلقه قلت لي في متابعه ما بعد البيت ايوه تمام اجي للسؤال الثاني للاستفسار الثاني من هونيك للمتابعه الاستفسار الثاني القياسات بيقولوا كيف بده يزبط القياسات او اذا ما زبط السواره عقد خاتم الى اخره نحن بنقول لهم طريقه هي زبونه من عندها اي سواره اي عقد اي خاتم تقيسها بالمسطره كيف تقيسها ونحن بنبعث لها تماما نفس القياس حتى لو صار واسع ضيق طويل قصير كذا بعد البيع نحن بنرجعها بنرجع بنعدل القياس وبنرجع بنبعث له وهون بيجي اللي قلت لك عليه كنا عم نحكي قبل الحلقه خدمه ما بعد البيع نحن مو انه وصل الاوردر وبعتناه انسيناه خلاص هذا طوينا الصفحه نحن بعد البيع
أذكر أنه التوصيل عندنا من 24 ساعة لماكسيموم 48 ساعة بأي منطقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيوصل الطلب. والدفع عند الاستلام لتسهيل للزبون. أول شيء بياخد بيتفحص البضاعة هي اللي طالبته بتدفع للدليفري. وخدمة ما بعد البيع نعم نتصل فيها أو نتواصل معها عن طريق الواتساب، أنه أول شيء كيف سرعة التوصيل جاء الوقت المحدد، ثاني شيء كيف البضاعة مثل ما أنت طلبتيها نفس الموديل، القياسات كيف، ثالث شيء إذا كل شيء تمام نتمناها ملبوس العافية أو ملبوس الهلاك مثل ما بنقول. النظرة المستقبلية قد ما العالم عم تتطور بسرعة عم تركض بسرعة نحن عم نلحقها، في ما فينا يمكن نقول نقاط محددة، بس فينا نقول كل شيء جديد نحن لها. نحن من فترة قريبة صار لنا متاجرنا كمان على السوق.com نون.com، البوابات اللي إماراتية هي من صنع الإمارات وبتوفر خدمات التسويق الإلكتروني لسكان الإمارات. نحن هلأ على هالسايتين فيكن إذا كمان أكاسيا جولوري عملتوا سيرش بيطلع موديلاتنا بيطلع منتجاتنا. فنحن عم نحاول كل شيء جديد بالدولة وبالعالم أجمع أنه فينا نستفيد ونفيد الزبون فيه نحن بهالتطوير. أكيد دولة الإمارات العربية المتحدة تمتاز بنعمة ما فيك تقارنها بأي نعمة تانية، خاصة بشغلنا اللي من برا الشغل يمكن يفهم بس اللي بشغلنا بيقدر هال أيوة. نحن لولا الأمان الموجود بهالبلد الله يديمه طبعا ما بنقدر نتحرك أي تحرك، ما بنقدر لا نطلع نبيع بضاعة لا كذا لا كذا، حتى ما كنا نفكر نأسس شركة بهذا البلد. نحن مستثمرين أجانب وهذا الأمن والأمان والتكنولوجيا اللي واصلها بلد يعتبر الإمارات العربية المتحدة ودبي خصوصا الوجهة الأفضل للاستثمار في العالم حاليا بوقتنا الحالي بدون منازع. وطبعا الأمن والأمان اللي عم نحكي عنه ما أجت من فراغ، أجت بجهود شيوخنا حاكم الدولة الشيخ خليفة بن سيد آل نهيان وولي العهد محمد بن سيد آل نهيان، وطبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وجميع حكام الإمارات. طبعا بطاقة الشكر أول شيء طبعا مثل ما حكينا الأول والأخير للوالد بخصوص الشغل، هو اللي أسس وطبعا ليومنا هذا هو موجود على رأس عمله أول شيء له، وطبعا للجميع اللي ساندوني اللي بيعطوني طاقة إيجابية. في ناس بيعطوك طاقة سلبية هدول لا اللي بيعطوني طاقة إيجابية اللي بيقفوا حدي كل شيء بيقولوا بتقدر أنت برافو روح لقدام، هدول شكر لهم وشكر لكم لتغطية هالبرنامج لتغطية هالحلقة.